تعالي نبدأ أول أخبارنا. كشف سيمون مامبير وكيل اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب النادي الأهلي أن اللاعب تلقى عرضين للتواجد في صفوف إحدى الناديين، عرض إماراتي وعرض أوروبي خلال الموسم المقبل. وكشف وكيل اللاعب الموزمبيقي أن النادي الأهلي حتى اللحظة دي ما حددش موقفه، ما اتكلمش مع لويس ميكيسوني إذا كان هيكون موجود خلال الموسم المقبل أم لا. لكن يعني أغلب التكهنات، أغلب الشائعات اللي طالعة من داخل النادي الأهلي إن مفيش نية لتمديد أو الإبقاء على ميكيسوني خلال الموسم المقبل. الحقيقة ميكيسوني ما كانش مقنع قوي، ما قدمش الأداء اللي يعني يرضي طموحات جمهور النادي الأهلي. ودايما اللعيب الأجنبي لازم يكون كواليتي أعلى من اللعيب المحلي، وده ما شفناهوش الحقيقة إطلاقا مع لويس ميكيسوني. من داخل نادي النادي الأهلي إلى نادي الزمالك، وحالة من التحفظ من مسؤولي الزمالك على ضم محمود عبد العاطي دونجا لاعب نادي الإسماعيلي الحالي ولاعب نادي الزمالك السابق. دونجا طبعا عقده بينتهي مع نادي الإسماعيلي ويحق ليه إن هو يوقع مع أي نادي. مسؤولي نادي الزمالك في الأول كان فيه مفاوضات وكلام مع دونجا، لكن بعد كده حصل حالة من التحفظ بعض الشيء أو التأخير في التفاوض مع اللاعب. وأعتقد يعني لسه فيريرا محتاج إن هو يحسم أمره إذا كان هيكون محتاج يضم دونجا لاعب نادي الإسماعيلي أم لا. طبعا الزمالك بعد رحيل طارق حامد في حاجة للاعب في مركز نمرة 6 في بداية الموسم المقبل، والأيام المقبلة هتبين لنا إذا كان دونجا هيكون موجود في صفوف نادي الزمالك أم لا. نفى مصدر مقرب من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي كل الكلام اللي قيل من قبل الصحف الودادية، الصحف الخاصة بنادي الوداد المغربي، إن في مفاوضات مع بيتسو موسيماني وإن بيتسو موسيماني قريب من إن هو يقود الفريق المغربي. طبعا وليد الركراكي المدير الفني السابق لنادي الوداد بعد موسم ناجح جدا حقق فيه لقب الدوري ولقب دوري الأبطال، يمكن خسر كاس العرش المغربي أمام نهضة بركان لكن قدم موسم مميز جدا. وليد رحل عن تدريب نادي الوداد، لكن المصدر المقرب من موسيماني أكد لكورة بلس إن مفيش أي مفاوضات تماما من قبل نادي الوداد مع بيتسو موسيماني. أكيد بيتسو موسيماني واحد من المدربين يعني اللي حققوا نجاحات كبيرة جدا داخل الكرة السمراء سواء مع سان داونز أو مع النادي الأهلي، وأكيد أي نادي بيطمح ان هو يحسن نتائجه وان هو يفوز ببطولة دوري الابطال واحدة من البطولات المفضلة طبعا لبيتسو موسيماني اكيد هيكون عينيه على المدير فني الجنوب افريقي، لكن مفيش اي مفاوضات مع بيتسو موسيماني. ده الكلام اللي جالنا من مصدر مقرب من المدير الفني السابق للاهلي وسان داونز.